توفت وأنا صغيرة، كنتش كملت 40 يوم. رحت مكان قعدت فيه في أسيوط. المكان ده كان مكان نعمة جدا. كان ما كنتش أعرف أهلي، ولا كنت أعرف ماما وبابا ولا أخواتي، حد موجود ما حدش موجود. لغاية سن تانية ثانوي، دي كانت أول مقابلة ليا مع بابا. جي قال لي أنا باباكي. بس طول الفترة دي كان وقت مؤلم عليا. كانت كل الولاد أو البنات كانت أهلهم بيجوا يزوروهم، في كان اللي بيسافر. جه حصل انفصال شبكي وأنا في تانية إعدادي. كانت المعاملة اللي بتضايقني إنه كله بيعاملني على أساس إن أنا حد عندي ظرف ما أو عندي نقص في شيء. يعني كنت متهمشة بالمعنى أصح. حتى لو في المدرسة كنت بقعد في الآخر خالص، طالما أنت كده كده نظرك ضعيف، كده كده مش بتكتبي، وكده كده مش بتعملي، فخلاص خليكي على جنب. بصراحة كنت بعيط كتير، تعبانة نفسيا ومش قادرة أتكلم، مش قادرة أطلع الجوايا لحد، ومفيش حد يسمعني. كنت ضعيفة جدا، فكنت أقل حاجة أقع. فدي كانت أكتر حاجة بتألمني وبتخليني أعيط، يعني وجعتني كتير. ما كنتش بلاقي حد ممكن يطبطب عليا يقول لي معلش ما تزعليش، طب قومي، طب يداوي جرحي. دي ما كنتش بلاقيها بصراحة. جيت قعدت مع مرات بابا، وبعد كده رجعت أسيوط. كنت خدت قراري إن أنا لو رجعت عملية أو رجعت أي حاجة تاني القاهرة مش هقعد في بيت بابا. فالوقت اللي جه اللحظة فيها بقى الدكتور قال لبابا دي زي بنتي، ولو 10 عمليات هعملهم لها عشان يبقى في نتيجة هعمل لها، بس كده مفيش أمل. طبعا روحت منهارة، حياة بالنسبة لي صعبة، كل حاجة وقفت. أنا من طبعي وأنا في أسيوط كنت بشتغل، ما كنتش بقعد، كنت بتحرك، بحب أجري، رغم كان نظر ضعيف بس كنت بقاوح مع الحياة. فعلا اللحظة دي حسيتني فعلا بالعجز، يعني الحياة هفضل قاعدة كده أصحى، حد يأكلني، حد يشربني. فأنا قررت، يعني دي من نعمة ربنا طبعاً، الإرادة والتركيز دي حاجة نعمة من عند ربنا مش بإيدي أنا، بس مع الإرادة اللي ادهاني ربنا أنا قدرت أتأقلم على المكان. مرة على مرة لغاية ما خدت قرار بقى لأ خلاص أنا مش هينفع أفضل قاعدة كده، ويمكن واحدة واحدة مع نفسي أقدر أعود إخواتي إن أنا خلاص هعرف أتعامل وهعرف أتحرك. يعني هي أنا خدت وقت فيها، بس بعد ما اتعودت خلاص إن أنا أدرك البيت وأتعامل وأتحرك واحدة واحدة، لدرجة إن أنا اتعلمت بقى كل حاجة في البيت. طب أنت إزاي عملتي؟ لا ما تعمليش، لا ما تسويش. وبعد ما يجوا يلاقوني عاملة الحاجة لو أنا عاملها صح فيسكتوا. جولي ناس بقى من الكنيسة حاولوا يتعرفوا عليا ويقعدوا معايا. طب إيه الاجتماعات اللي بتبقى خاصة بينا؟ طبعا حاولوا يعلموني البرايل، ما حبيتهوش خالص بصراحة. لكن اللي حبيته، أنا كان ليا موهبة الترانيم، كنت بحب الترانيم قوي والموسيقى قوي. دي اللي بدأت نزلوني اجتماع خاص بينا احنا كمكفوفين، وبعد الاجتماع دخلت كورال. يعني بصراحة من نعمة ربنا تاني في حياتي إن كان بيحط نعمة في عين أي حد حواليا. كان كل اللي يشوفني بيحبني، كان كل اللي يشوفني بيبقى متقبل ان هو يقف جنبي ويساعدني ويعمل لي فوق ما انا اتوقع. يعني بصراحه ربنا عمل ده معايا كتير. انا حياتي ما رسمتهاش لنفسي للي انا وصلت له دلوقتي، لكن كلها كان بنعم ربنا. كنت بقاوح بصراحه مع ربنا في الاول، وكنت بقاوح مع المسؤولين، وكنت بحاول امشي بدماغي، بس في الاول وفي الاخر اللي عايزه ربنا هيكون ليا هيكون. بدا ربنا يجيبها بالطريقه اللي هو شايف موهبتي يدهني فيها، ان انت لا مش هتقعدي كده، انت هتبقي سبب بركه لناس تانية، او هتبقي سبب تحدي لناس تانية. رغم ظروفك دي ما وقفتيش عليها. من اول هنا بقى بدات احس ان انا زي اي حد، انا لا ينقصني شيء عن اي حد. انا عن نفسي مش حاسه ان ناقصني حاجه، حاسه ان انا دلوقتي الحياه اختلفت كتير بالنسبه لي، وان انا قادره على اي شيء، وان انا مش بيعجز قدامي حاجه بصراحه. طبعا دي بنعمه ربنا يعني. وما احبش بقى حد يتعامل معايا بنظره شفقه دي خالص. يعني اكتر حاجه بتضايقني لما احس اللي قدامي يعني بيقعد يتصعب كده، اللي هو يا عشان ظروفها عشان لا. انا ما احبش كده. انا حتى في طبيعتي في حياتي بتعامل مع الناس ان انا انسانه طبيعيه جدا. كتير جدا ما بيلاحظوش ان انا حد كفيف، سواء كان في طريقتي، في كلامي، في نظرتي للشخص وانا بتكلم معاه، في مشيتي، في كل حاجه. افتح قلبك للحب، افتح قلبك لله،
افتح قلبك للنور، افتح قلبك للناس، افتح قلبك للحب. بالحب إلهنا أحيانا، الله محبة. بالحب اتجسد وفدانا، الله محبة. بالحب لبعضنا وصانا، الله محبة، الله محبة، الله محبة، الله محبة.